مرحبا مشاهدينا الأكارم. الحكومة التي ولدت من رحم ائتلاف إدارة الدولة ركزت في برنامجها على خدمة المواطن وتلبية احتياجاته، خصوصا في الجانب الخدمي، فضلا عن محاربة الفساد بكل أشكاله من دون الاكتراث إلى الخطوط الحمراء. أما القوانين الخلافية في الأمس القريب فقد شدد الاتفاق السياسي على عبورها بشرف الكلمة وتحكيم المنطق في بنودها المتأرجحة بين الخطأ والصواب. لكن ما الذي يحدث الآن داخل أروقة السياسة بعد أن بدأت اللقاءات بين الزعامات والكتل تتسارع في سبيل تعضيد البرنامج الحكومي من خلال تسهيل التشريعات؟ فهل اصطدمت أحلام الأمس بواقع الخلافات أم الوقت حد سيفه على المجاملات؟ لماذا تتصاعد وتيرة اللقاءات؟ هل هو الخوف من قادم الأزمات أم اختلفت النوايا والتوجهات؟ أسئلة كثيرة نناقشها مع ضيوفنا في لعبة الكراسي، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. جديد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. دعونا نرحب وإياكم بضيوفي لهذه الحلقة. السيد محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية النيابية، سيادة النائب مرحبا بك. وأيضا السيد بشير الحشامي، ناشط المدني والبحث في الشأن السياسي. سيد الحشامي مرحبا بك، حياك الله ضيف عزيز. أيضا أجدد بك تحية وترحيب سيد عنوز مرة ثانية. جميع الحكومات السابقة كان هناك صراع، يختلف الصراع بين حكومة وحكومة مع مجلس النواب أتحدث، لكن حسب المعطيات هذا الصراع اليوم موجود ما بين حكومة السيد السوداني ومجلس النواب. ما هي القوانين التي يحتاجها يعني السوداني للإسراع بتنفيذ برنامجه الحكومي؟ لأن البرامج الحكومية في الحكومات السابقة كانت هي أس المشاكل ما بين سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. تفضل سيد. في البداية شكرا على الاستضافة. حياك الله. وبالنسبة لموضوع مجلس النواب وتشريعاته ومواقف الحكومات المتعاقبة، أكيد أنا بتقديري طالما طريقة تشكيل الحكومة بذات الطريقة التي حصلت منذ 2005 لحد اليوم هي قضية اتفاقات، وللأسف أحيانا الاتفاقات لم تمضي بشكل سلس، ومن ضمنها هذه الحكومة أيضا جرى تأخير بعض التشريعات او الاتفاقات، وهذا ما حصل في قضيه كركوك، في قضيه عدم الالتزام بالتوقيتات حول القوانين الخلافيه كقانون النفط والغاز والمحكمه الاتحاديه، وكذلك قضيه العفو العام. وهذه القضايا تتداول سنويا، وكل دوره انتخابيه ايضا يكون جزء من هذه العمليه. وفي البرنامج الحكومي كانت توقيتات زمنية أيضا، خلال 6 أشهر، خلال 3 أشهر، بما فيها قانون الانتخابات أيضا لانتخابات مجلس النواب، أنه خلال سنة، وإحنا مضينا السنة ولم تتم هذه العملية. الخلاف موجود بين الأطراف السياسية على ليس فقط بعض القوانين، وإنما حتى على بعض المفردات أحيانا. في القانون الواحد تحصل هنالك خلافات، ولكن أنا رأيي شنو خلافات على بعض المفردات؟ يعني على سبيل المثال فلان قانون لازم يمضي وهذا خلاف ما يصير، وهي المفردة شو يسموها العنف الأسري أو غير قضايا. يعني أجيب لك التسلسل، أما مشروع قانون جملة وتفصيلا ما يمضي أو قانون يصير خلاف وجدل على هذه القضية. بس أهم قضية حسب تقديري ومن خلال التجربة، نحن نحتاج وقت كافي للمناقشة، نحتاج إلى التزام بالنظام الداخلي في حيث تكون اللجنة القانونية كما مكتوب، لا أقول كما نطمع، أن تأخذ دورها الأساسي في عملية التشريع، لأن التشريع من يطلع كثيرين لا يعلمون بأنه أكو لجان أخرى تتدخل ولا دور في هذه العملية، وبدون العودة للجنة القانونية قد يكون النص غير محصل من حيث التدقيق واللغة. وإلى شنو هذا موضوع عدم العودة إلى اللجنة القانونية؟ يعني النظام الداخلي أحيانا لم يجري الالتزام به لاختصار الوقت، لأنه المشروع حكومي، كثير من هاي المعادلة الداخلية في النظام الداخلي قانونية قانونية من تعمل من دون أن تعود إلى اللجنة القانونية، هذه معادلة قانونية داخل النظام، ويبقى المجلس هو صاحب السلطة العليا. حتى إذا رحنا احنا نقول يابا هذا صار تجاوز على النظام الداخلي او كذا، المهم هذا ليس جوهريا، لانه ذني اجراءات
تعتبر في كثير من الأحيان ضمن الشكلية. يعني أي مقترح قانون أو مشروع السيد رئيس المجلس يحيله إلى اللجنة القانونية، واللجنة القانونية تنظر لها من حيث الشكلية وعدم مخالفة للدستور، ترفعها إلى القراءة الأولى. أنا ما أريد أبتعد عن موضوع الحلقة، لكن بس أكو نقطة خلي يعني أسأل عنها، حضرتك ذكرتها ألا وهي المفردات. أتحدث مع نائب، أتحدث مع نائب في لجنة قانونية، يقال أحيانا هنالك نوايا أو غايات سياسية للتلاعب بالجمل عن طريق المفردات، لأنه تعرف حضرتك مفردة واحدة تغير معنى جملة. هذه شنو تعليقك عن هذا الموضوع؟ سيدي الكريم، الحرف الواحد يغير. زين. حركة بالمفردة تحريك يغير. يعني صحيح أكو نوايا وغايات سياسية للتلاعب بهذه الجمل عن طريق تحريك مفردات أو ما شابه. سيدي، النوايا لا يعلمها إلا الخالق. إحنا نحكي على الأفعال، على المواقف. زين. الموقف الحقيقي أنه ائتلاف إدارة الدولة من خلال اللقاءات المشتركة بين كتلهم السياسية تأتي الأمور أحيانا متفق عليها، فنبقى من هو كانت إرادته حرة وكذا يظل حرصا على المشروع، يظل يناقش يجادل الآراء في سبيل تحسينه وتحديد بعض المفاهيم. هذا الأمر يسير، وإحنا نؤمن، أنا شخصيا عندي قناعة كاملة أني أقلية أشكل مع بعض النواب، وبالتالي نحترم هذه مع قضية الممارسة الديمقراطية، ولكن لن نسكت، نعطي الرأي ونصوت أو لا نصوت على هذه القضية. هذا الإجراء أنا بتقديري هو لازم يتعزز بالعمل النيابي أو العمل السياسي، خاطر يعرف المجتمع أن هذه الأغلبية قالت نعم لأسباب، واللي قالوا لا هم لأسباب، كي يتأثر الوعي النيابي والوعي النيابي بشكل عام عند الجمهور أيضا من خلال هذه الممارسة. أما قضية بدون شفافية، بدون وضوح، بدون كذا، ما راح نرتقي بالوعي، يبقى الحال كما هو، وتبقى الأطراف السياسية المهيمنة هي تأخذ دورها في هذه العملية. توجه لي السيد بشير الحشيمي. سيد الحشيمي ضيف عزيز، أرحب بك، أشد ترحيب. شنو القوانين اللي يحتاجها البرنامج الحكومي اليوم يجب أن تمرر، أقصد وتقر من وجهة نظرك؟ تفضل أستاذ سيف. يعني الخوض بالجزئيات يجعلنا بعض الأحيان نلغي عموم القضية. وقضية بنيت بوضع فاشل فاسد. الخروقات في التصرفات، يعني مثلا من ترجع على الدستور اكو مؤشرات على الدستور، اعترف البرلمانيون ورجال السياسه انه هذا خطا دستوري، وهنا توقف خطا ولا يستطيع التعديل، وكانما الدستور العراقي حينما كتب ومررت بعض فقراته ضد، خلينا نقول مررت بعض فقراته لتعطي مغنمة لجهات سياسية، هو لا يستطيع أن يغير تلك الفقرات، وابتلي الشعب العراقي بدستور هزيل في الفقرات الحاكمة. لاحظ، هو دستور ممتاز في معظم فقراته، لكن أكو فقرات حاكمة ما يقدر للسياسي والبرلماني، لأنه طرق تغيير تلك المواد القانونية يحتاج أما إلى استفتاء عام، أو إلا إذا صار اعتراض لثلاث محافظات تعرفها ما نريد ندخل بها. هسه احنا قبل لا تكمل فنرجع على القوانين، خلي قبل لا تذكر لي القوانين ارجع على اصل السؤال. بس موضوع الدستور سيد الحشيمي، احنا كم عملية انتخابية صارت عندنا؟ كل هاي العمليات ترى هي اذا تجي تقدر تعرفها على انها شبه استفتاء. هل من المعقول انه دستور يحتاج الى استفتاء والطبقه السياسيه بكتلها باحزابها بتجمعاتها السياسيه تعرف انه الدستور به مشكله وما تذهب لحله وتصحيحه سواء عن طريق استفتاء او ما شابه؟ شنو المشكله؟ المشكله انه من يطالب بتغيير تلك الفقرات يريد ان يجير أصل المطلب لمصلحة أتعس، لمصلحة أتعس، لذلك لا يغير. يعني نبقى على هالدستور أهون على ما يعدل. لا مصلحة، مثلا هو يقبل يغير تلك المادة، لكن بالمقابل يريد مقابلها مغنمة، كل شيء يسير نحو المغنمة. هذه مشكلة التشكيلة للطبقة السياسية بعد الاحتلال. لا، وين اجينا بعدين؟ اجينا الى اس القوانين، وكانما القوانين
القانون مثلا قانون الجزاء العراقي قانون ممتاز معروف، لكن وين المشكلة؟ هنا تأتي النية. المشكلة طبعا بالتنفيذ، يعني أنت قانون عندك فما تحتاج مثال، ما تحتاج إلى هاي المؤسسات الرقابية العملاقة بحجة مكافحة الفساد يوميا مشكل للجنة. ما أنت عندك قوانين رادعة وحاكمة، لكن حينما يطبق القانون مثل ما يحدث حاليا في زمن السيد السوداني يحدث الآتي: جاء قسم المجتمع إلى 4 ليفلات. الليفل الأول غير مشمول، محصن، ما مشمول بكل قوانين، أنا أقصد رؤساء الكتل السياسية بعينه. هذا مو جديد، ليش جيرت على أنه هو موجود بس اليوم بحكومة الكامل؟ لأنه السيد قصدي السيد السوداني طبعا السيد السوداني عفوا حكومة السيد السوداني، نعم أنا أقصد السيد السوداني، رفع شعارين مهمات أولهما مكافحة الفساد. لذلك إذا تلاحظ نحن استبشرنا خيرا بما في المعارضة، لكن من نلاحظ محاربة الفساد كالت بمكيالين باتجاه الليفل الأول والثاني. لاحظ البارحة يا الله الخطاب الحكومي قال سنحاسب وزراء، ما أنت صار لك سنة. أما موضوع رؤساء الكتل ويعلم الجميع فيما يخص محاسبة الوزراء وتغيير الوزراء هو مو حديث البارحة، بس البارحة بس صار سنة، بس حديث قبل 4-5 أشهر سيد عنوز، صحيح لو أنا غلطان سيف، بس خلينا نتابع الفكرة. زين أنت تضرب الليفل الثالث اللي هو المدراء العامين، زين، وترجع في بعض الأحيان أن تستدير خلف هاي الضربة بتدوير مدراء عامين فاسدين أو الإصرار على إبقاء فاسد أو الأذهى هنالك من ظلم. لاحظ نجي على الليفل الرابع تحت المدراء العامين، الضرب عشوائي تحت الحزام الكل. نجي على الليفل الخامس إن صح التعبير، لا مو عشوائي، الضرب كمي، يعني هذا اللي بايق له وصل ما ادري شنو نفايات، هذا شيله وذبه بالسجن وانعل سلفه سلفه. انا ما اعتقد اداره الدوله تتم بهذه الطريقه بالنسبه لملف الفساد. ولكن نرجع مثال، هل ان السيد السوداني نحكي عن هذا الوضع هسه ما لنا علاقه، ذيك الاوضاع معروفه، يدعي الخدمات ايضا، نعم باشر بمجموعه اشياء، لكن انا بدي اسالك يا عراقي، هل مهمه رئيس الوزراء هي تبليط مداخل بغداد؟ ما هو العراق كله يحتاج تبليط. هل شوف هذه مو حلول، هذه حلول اعلاميه تعطيك تعاطف شعبي بالمنطقه اللي تحسنتها. المفروض تكون عندنا دوله عندها برنامج حقيقي تحسن كل الطرق في كل العراق، ولا ما معقوله طريق كركوك بغداد يعاد ولم يسأل عنه السابق، هم سواه كله وفشل، حاليا اكو بنفس الطريقه اكو فشل. انا اللي بدي اقوله نظام مؤسساتي لحد الان ما وصلنا، والاهم من هذا كله استاذ سيف لاحظ نحن دوله برلمانيه، ما معقول يكون اكو اتفاق سياسي يتعارض مع البرلمان، وهذا ما حدث حاليا بموضوع الاتفاق السياسي مع حكومة إقليم كردستان. إقليم كردستان أنا أسميها الشمال، آسف للمصطلح. هذا الموضوع تصرف رئيس الوزراء وكأنما هي حكم رئاسي وله الأحقية بالاتفاق، ونسي أنه حكم برلماني يخضع للتصويت. كذلك خوار عبد الله حتى الربط السككي طيب سيرجع وينقض من قبل البرلمان في حالة طبعا أصيب البرلمان بثورة الضمير. خليني أنا أشرك بالحديث أيضا سيد رياض العوادي عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني. سيد العوادي مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. شنو القوانين اللي يحتاجها البرنامج الحكومي من وجهة نظرك اليوم؟ تفضل سيد العوادي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك. تحية لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. حقيقة الحكومة حين تشكلت طرحت برنامج، وهذا البرنامج هي تكون معنية بتنفيذه، والبرلمان يراقب إجراءات التنفيذ ويحاسب إذا كان هناك أخطاء أو غيره. القوانين طبعا هي القوانين المختلف عليها، يعني اللي عطلت تقريبا من 2005 وحتى اليوم، هي اللي
تمس تقريبا كل الشعب العراقي، ولكن الخلافات السياسية التي أدت إلى تعطيله، منها قانون النفط والغاز، منها قوانين المحكمة الاتحادية إلى آخره، من القوانين التي بقيت معطلة من 2005 حتى الآن. الحكومة نعم هي بذمتها هذه الأمور وإصلاح هذه الأمور، ولكن لا نغفل أنه الحكومة تسلمت تركة ثقيلة وإرث يعني لا تحسد على ما استلمته من مشاكل سياسية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، مشاكل إقليمية، مشاكل دولية ألقت بظلالها على العراق أيضا إلى آخره من المشاكل. كل هذه الأمور هي برمة الحكومة. نحن ننظر الخطأ الذي اليوم الذي ينظر إلى الحكومة أنه ينظر لها من منظار يعني إحصاء السيئات فقط، ولا يلتفت إلى الإيجابيات. مثلما نكون مراقبين اليوم كسياسيين، كناشطين، كبرلمان، كشارع عراقي، نراقب ونبحث عن السلبيات، يجب ألا هاي التفاتك صحيحة، بس أنا خلي أسأل، إحنا اليوم ليش يتم الإحصاء والتركيز على السيئات فقط؟ هذا ما اعتاد عليه المواطن أو المراقب العراقي بسبب عملية سياسية ما بعد 2003 مليئة بالكثير من النقاط السيئة، مثل ما وصفت حضرتك التركيز على النقاط السيئة. لو شنو السبب؟ لو النقاط السيئة اليوم هي أعلى من النقاط الإيجابية، شنو تحليلك لهذا التركيز؟ طبعا نقدر نقول هو أس المشكلة تشكيل العملية السياسية بعد 2003 بنيت على إرهاصات سابقة امتدت لعقود من الزمن. تشكيل الحكومة وما تفضلتم به من كتابة الدستور، بناء النظام السياسي الجديد، كان يعني بعض أو كثير من الإرهاصات كانت بين القوى السياسية، وحتى طائفيا واجتماعيا وسياسيا مكوناتيا كان هناك تخوف، كان هناك عدم ثقة، كان هناك الكثير من الإرهاصات. بنيت العملية السياسية وفق هذه المعادلة التراكمية، خوف هذه الجهة من هذه الجهة، هذه الكتلة من هذه الكتلة، هذا المكون من هذا المكون. هذا الإرث السابق انعكس بظلاله على العملية السياسية بعد 2003، وطبعا شاهدنا بعد 2003 الإرهاصات التي حدثت، من أحداث طائفية، من تفجيرات، إرهاب إلى آخره، من تبني جهات سياسية داخلية لقوى خارجية كي تعبث إلى آخره، ما شاهدناه ورأيناه إلى أن استقرت الأمور بعد أحداث داعش وانتهاء مشكلة وطوي صفحة الإرهاب في 2017. بعد هذه الفترة المظلمة تقريبا التفتت أغلب الكتل السياسية، خصوصا ممن تريد أن تغير من منهجها، تغير من سلوكياتها بالعمل السياسي، أن تحول العمل السياسي من مسألة رصد الآخر وإحصاء الثغرات عليه، أو وضع ثغرات وعثرات أمام مسيرته، تسقيطه إعلاميا، تسقيطه سياسيا، تسقيطه دوليا بأي طريقة. أصبحت النظرة إلى أنه يذهب البعض إلى تغيير نفسه، تغيير أدائه، تغيير سلوكياته بالعمل. طبعا هذا مهما كان عمله إيجابي وخطواته إيجابية، لم تكن بالمستوى الكافي كي تغطي على السلبيات السابقة. السلبيات السابقة تركت أثرها الكبير في نفسية المواطن العراقي، وهناك تشتيت إعلامي للأسف داخلي ووطني على أنه التركيز على السلبيات. هناك بعض القوى لا زالت حتى هذه اللحظة تحاول. شنو شكل هذا التشتيت الوطني؟ شلون تشتيته هو وطني؟ نعم، شلون تشتيته هو وطني؟ أنا أقول بعض القوى، ليست كل القوى السياسية، بعض القوى لا زالت حتى هذه اللحظة تعمل بالكيل بمكيالين، أو تنظر بمنظارين، تقول في العلن شيء وتعمل خلف الستار شيء آخر. هاي القوى موجودة بالإطار مثلا، من ضمن قوى الإطار؟ لو أنا أقول بشكل عام إن قوى وطنية، أي قوى زين. عراقية، إنها زين. قوى عراقية زين. منها من يتخوف من بعض القوى الأخرى، يشعر أنها منافس له في ساحته أو في مجال عمله. منهم من باب أنه يريد الثأر من لموقف اتخذه كتلة أخرى أو سياسي معين.
يعني فيزج بقضية التسقيط وإحصاء السلبيات بشكل مبالغ به، والتأثير على الرأي العام إعلاميا بأنه لا توجد إيجابيات، أن هناك سلبيات، أن هناك فساد عارم، أن هناك وأن هناك، لكن الحقيقة ليست كذلك. اليوم من يريد مصلحة بلده توجد مثل هكذا قوى يعني تشتت وتتحدث مثل ما تفضلت به، توجد مثل هكذا قوى داخل إطار التنسيق تؤثر على عمل رئيس الحكومة أم لا؟ عزيزي جاء أقول بشكل عام. لا أنا سؤالي بشكل خاص، أنا فهمك تحكي بشكل عام. هناك عربي وأنا عربي. بالمناسبة قوى الإطار هي قوة ليست من يعني من جنس واحد أو من مشرب سياسي واحد. قوى الإطار هي اجتمعت في ظرف معين وفي فترة معينة لغاية معينة محددة. لكن إذا تأتي إلى منهجية قوى الإطار تجد كل كيان سياسي له منهجيته وسلوكياته تختلف عن سلوكيات الشريك الآخر في الإطار. كل واحد يحمل نظرة معينة في قضية إدارة الدولة. سيد العوادي، أنا سؤالي ما أريد تعريف عن الإطار التنسيقي، أنا سؤالي دا أقول أكو قوى تشتت عمل الحكومة فيما يخص القوانين اللي نتحدث عنها بموضوع حلقة اليوم، أكو هيج قوى داخل إطار تنسيقي؟ عزيزي كما قلت لك هي القضية مو قضية نية التشتيت أو نية تسقيط الآخر، وإنما كل قوى سياسية لديها رؤية في قضية إدارة الدولة. يعني من تطرح جنابك رؤية أنه يجب أن يكون هذا القانون بهذا الشكل أو بهذه الرؤية أو تطبيقه بهذا الجانب، أنا أعترض عليك وأقول لا، رؤيتي أن نبدأ من الجانب الآخر أو هذا ليس محله أو ليس وقته. نعم، هذا يعني الاعتراض لربما هو ليس بالضرورة يكون غايته أن يعني يقف بالضد من عمل الحكومة أو يريد أن تشتت عمل الحكومة، ولكن يمتلك رؤية تختلف عن رؤية كتلة أخرى في قضية رؤيته في إدارة الدولة أو في قضية تشريع قانون أو أي عمل إجراء. بعد وين إطلاق يد رئيس الوزراء فيما يخص عمله؟ طبعا احنا ما نحكي بكل، يعني هو مو قضية مسك يد رئيس الوزراء في كل ما يتصرف، لا، رئيس وزراء رئيس حكومة له مطلق الصلاحية بالعمل ضمن نطاق عمله. أنا أتكلم فيما يخص القوانين أو فيما يخص العمل السياسي بإطاره العام وليس بالجزئيات، الجزئيات هي من شأن الحكومة، ولكن ما يخص العمل السياسي المشترك على اعتبار الإطار هو جزء من قوى الدولة التي تحكم فيها كردي وفيها سني وفيها قوى أخرى، هذه كل لديها رؤية وكل واحد يطرح رؤيته بالتي يراها مناسبة أو التي تنسجم مع ما يتصوره أنه هو هذا الصحيح والآخر هو ليس محله أو ليس صحيحا. أتوجه للسيد عنوز. سيادة النائب، شو وقت تشوف مشاريع القوانين الخلافية النور داخل مجلس النواب اللي هي أبرزها النفط والغاز، يعني أقصد نفط وغاز عفو عام وبعض القوانين المهمة، هذه شو وقت تشوف النور هاي القوانين؟ فعلى أقل تقدير قانون العفو وصل لمجلس النواب وانعرض أمام اللجنة القانونية ولم يأتي شيء من الحكومة سوى تعريف الجريمة الإرهابية. واللجنة القانونية بعد مناقشتها قبل يومين قدمت كتاب إلى رئاسة المجلس بتقديمه للقراءة الأولى، وكانت كما تعلم إجراءات القراءة الأولى وبعد ذلك الثانية وإلى، فيحتاج وقت وجدل كثير لأنه مثل ما تفضلت من القوانين الخلافية ومتأخر جدا هذا الموضوع. لكن المهم حسب الحديث اللي الآن سمعناه من السيد ممثل سيد العوادي، أبو المكتب التنفيذي التيار يعني الوطني، أكو تشريعات موضوعية تخص مصالح الناس زين لا خلاف عليها وضرورية. على سبيل المثال مؤسسات بلا قوانين، جهاز الأمن الوطني لحد الآن لم ينجز، جهاز المخابرات لم ينجز قانون، المخاتير اللي هم عنصر ضبط قضائي لحد الآن لم يعدل قانونه، التقاعد الضرر الكبير على المواطن العراقي أنه أنت تطلع قانون 2009 وهذا طالع قبل التغيير وهذا طالع بعد التغيير وهذا بعد 19 وحياة المعاشية متضررة بسبب إرادة سياسية، هو عراقي ومتقاعد ومصدر المال
من صندوق التقاعد يفترض يكون مستوى العيش واحد، اذا كنت طالع قبل بسنه او بعد بسنه، طالما مشتركين بنفس سنوات الخدمه نفس الراتب، ليش انت تاخذ اكثر وهذا اقل وهكذا؟ متساوون امام القانون في الدستور، ولكن نسوي قوانين متعدده. لان التشريعات ما لها علاقه بالخلاف السياسي. كردي والعربي والازيدي والسني والشيعي هم متقاعدين. وين دوركم كمجلس النواب من هالقوانين؟ شنو تاثيركم؟ تاثيرنا داخل مجلس النواب فقط التصويت؟ نؤثر ولكن لا نقرر، القرار يحتاج لعدد سيدي الكريم. والقضيه بيد ائتلاف اداره الدوله. هو شكل الحكومه يفترض ان ينسجم مع سياسه البرنامج الحكومي، يجيب القوانين ويعززها بالتشريعات. هذه قضيه واضحه، يعني ما يحتاج نعيد السؤال كله. مسؤوليه مجلس النواب باغلبيته التي صوتت على الحكومه يفترض تتابع هذا الموضوع، وهي تسرع في تقديم المشاريع وتاتي. احنا نؤثر قد يكون المشروع ايجابي يخدم المجتمع، نكون معه ونعززه ونعمق الرؤيه مالته، نوسع نطاقه، وهكذا هذا دور اي نائب. ولكن عندما تكون الاراده السياسيه مختلفه مثل ما سميته قوانين مختلف عليها، شنو انا اروح اقرر هذا يقرا اليوم وهذا يقرا غدا؟ اكيد اكو اليات عمل محكومه بقانون المجلس ونظام الداخلي بين الرئيس ونائبيه، وبالتالي يمثلون كتل رئيسيه وائتلاف اداره الدوله وراء هذا الامر. نحن نطمح ان تكون ما مكتوب بالقانون والنظام الداخلي يطبق حرفيا، اذا كان على رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه او مجلس النواب وكافه الوزارات. دون احترام النصوص القانونيه فعلا احنا سنبقى بهذه الطريقه. وانا منذ 2007 اتحدث، حقبتين تاريخيتين مر على العراق، حقبه تشريع الفوضى وفوضى التشريع. سابقا كانت فوضى التشريع، قرار مجلس قيادة الثوره فقره اليف الماده 42 هو قانون بدون سقف، هاي فوضى التشريع. والان احنا نشرع الفوضى، سوي قوانين متعدده ما بيها شيء. نقول الحق ولو على نفسك يا اخي، تشريع مدى يجي ينسجم مع حاجات المجتمع؟ قل لي بس جاوبني، عنصر الضبط القضائي هذا المختار اللي من الصبح لليل، شنو مكانته بالمجتمع؟ حتى يروح للدوائر احيانا ما يحترمه. بتلاحظ شلون؟ اخي اكو مسائل دون تعزيز كرامه المواطن من خلال تلبيه حاجاته، لا تتحدث لي عن تشريع وما اعرف ايش وكذا والى اخره، صعب. لا نحتاج لا اداره ولا وزاره ولا كذا اذا لم تلبي الحاجات. شو يسوي بالاداره حاطت؟ غير تنظم الحياه؟ هذه قضيه جوهريه، واحنا ما رايحين لا لبناء مؤسسات ولا ذاهبين الى هذا الاتجاه واضح. الى اي اتجاه ذاهبين؟ هذا اللي حاصل 20 سنه هالشكل. نكافح الفساد ولكن لا نحصن التشريعات من الفساد. الفساد يحتاج تشريع رصين دقيق يحدد المسؤوليات. شو تريد نحكي على الحدود ويا الكويت لو نحكي على المياه؟ الاهمال موجود منذ 2003 لحد الان. ليش اللي فهمته من حديثك وما يجوز انا يعني فهمي مو بمحله، كانه ائتلاف اداره الدوله يقف عائق امام القوانين التي تمس حياه المواطن مباشره؟ لعد منه ذكر لك انه بعض الاطراف ليست من بيئة واحدة أو منسجمة، وبالتالي جاءت لغاية واحدة، شكلت الحكومة وبعدين ظهرت كل واحد منهجها وكذا، وذني قاطعة. يعني الإرادة مو موحدة. يفترض شوف هي هاي العلة. أنا قاعد قبالك ب 2004 قبل الانتخابات مال 2005 قلتها وذبقى بها صوت وصورة، طالما طريقة التحالفات جاية على هذه الطريقة اللي حصلت، يعني مجموعة أطراف تأتي لغرض أخذ التسلسل وأخذ المغانم وأخذ المواقع وتوزيعها، سنبقى أمام أزمات وزارية متكررة وشلل في داخل مجلس النواب وتابعها من 2005 لهسه. يا دورة ما بها استقالة وزارات أو خروج وزارات، يا دورة ما بها ثلث معطل أو مقاطعة أو شلل المجلس، كل الدورات ماكو دورة ما بها. والان انت تتحدث عن قضيه التغييرات الوزاريه وحديث السيد رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس وزراء، ولا نشخصن القضيه، هناك مجلس ب 23 وزير يصوتون. احنا دائما نروح حكومه فلان وحكومه فلان، مو صحيح يا اخوان. فنتحدث عن مجلس مقر دستوريا ويتحمل مسؤوليه تضامنيه.
هو الرجل التنفيذي الأول؟ نعم، ولكن بصلاحيات المجلس. طريقة تشكيل الحكومة، فإذا أرادوا يغيرون الوزراء سترجع على نفس الطريقة. لو شلون يعني أنا عندي وزير من عندي من كتلتي وتطلع ما أجيب أنا واحد مكانه؟ ها؟ مو هالشكل ولا؟ فهذه العلة. نحن مع أن يكون هنالك الأكفى والأقدم في إطار المؤسسة المعنية يأخذ مكان. كافي يعني شوية نحرك، نعطي أفق للموظف والخريج الجديد أنه في يوم ما سيأتي الدور إلى لكفاءته وقدرته أن يحتل. أنا شو أريد؟ أنا شخصية شو أريد؟ أريد مدرسة لابني، شارع افتام أقدر أوصل ابني ويرجع ما عليه حوادث، وأنا مطمئن أنه مستوى العيش مالي كريم مو أنذل. من موقعك وحسب متابعتك، تتصور أنه هذه التفاصيل اللي تحدثت عنها، أنه أنا أريد مختص يجلس في المكان الصحيح وأريد خريج يجلس في المكان الصحيح، راح يمضي أمام المحاصصة اللي نشهدها اليوم، بالإضافة إلى راح يمضي من دون أن يصاب هذا المتخصص، أن يصاب بسموم الأدلجة؟ بس إذا هو انصاب فما عدا مناعة. احنا شفنا هؤلاء المستقلين. بس انا اللي ما عدا مناعه شو اسوي لهم؟ انا قاعد قبالك مفتاح. يوميا اقول لهم خايف رجلي تزلق. اللي زلق خليه يروح هو يتحمل مسؤوليته. الان المقاومه داخل العمليه السياسيه من ابرز المنجزات انا بالنسبه لي. مقاومه داخل العمليه السياسيه؟ طبعا بازار مفتوح، وين قاعد انت؟ هسه وراك ما تدري انت. لا ما ادري. غشيم. مو وياكم. مو غشيم بس مو واحد بس مراقب وتابع مراقب بس انتوا اقرب، انتوا بالنقطة انا اقرب انتوا بالنقطة بالبوينت. المقاومة زين والثبات في داخل هذا العمل السياسي انا اعتبره اكبر منجز خلال هذه الدورة. والدورات السابقة ما كان بها مقاومة؟ مقاومة سياسية؟ شفت انت شايف عندك الطين احصائية مو كانت قوائم وسانت ليجو كان يشتغل وكذا. احنا جماعة الترشيح الفردي. شنو اللي راح تحققه هاي المقاومة؟ شو تدين أصير مثلهم؟ إذا دقت شو هذا طين ورقة خلاص راح أصير مثلهم. تسوي لي موافقة؟ لا يا عزيز. خلي أتوجه لي سيد أيضا سيد الحشيمي. سيد الحشيمي أردت أسألك، القوانين تمر حسب الأهمية؟ لو توضع القوانين حسب المزاج السياسي لو شنو؟ أتحدث اليوم. تفضل سيد الحشيمي. هو اكيد يعني هذا حكينا به، القوانين تمر حسب المزاج. كان عندي تعقيب على قول الضيفين، الضيف الاول ذكر انه يجب ان لا ننظر الى الامور السلبيه ونبالغ بها. هي مو احنا ما ننظر استاذ، هي لانه الامور السلبيه هي الاعم والاشمل. يعني احنا مو ما عندنا شغل وعمل ننتقد. يعني انت عندك اي قطاع بل أي ادعاء مو قطع، يعني هل عولجت قضية الصرف؟ ما أنت جاي عندك مشكلة تطلع لك قضية الربط السككي، عندك مشكلة يطلع لك قضية كركوك. أما عندنا مشاكل هي مستديمة لحد الآن، أقل عملية للمصران الأعور يطلع خارج العراق، هاي الصحة. تعليمك صفر، طالب بالسادس علمي بني ضمن الطبقة السياسية يخطأ إملائيا، مو ما يعرف يحكي إنجليزي، وإحنا كنا بالثالث متوسط نحكي إنجليزي. أنا جيت بالثالث أطب المعرض بغداد الدولي أحكي إنجليزي، ووين بالديوانية يعني مو مدارس أهلية. لاحظ كل القطاعات هدمت. إذا إحنا مو جاي نبالغ. أنا أسأل السيد الضيف المحترم أعطني شيئا أتفائل به. ما احنا حتى بقضية الشخوص بدأنا نتفائل، فتناقض حديث المتولين على أنفسهم، وخصوصا هذا اللي حدث أثناء الزيارة الأربعينية، وكأنه منهج أن يصاب الشعب العراقي بخمسة خيبات أمل. البصرة، قصر، كركوك، كوارث، كل هاي ضمن العاطفة العراقية باتجاه الزيارة الأربعينية حدثت ولم تمرر لحد الآن. الشعب العراقي ما قدر يهضمها، والدليل يوم 20/9 يعني بعد 8 أيام أكو مظاهرات ضد هذا الموضوع، وقد تتطور المظاهرات للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء. سيد الحشيمي، أنا
مو دائما اختلف وياك، اقبل من عندي. انا برجع للضيف الاخر، ترجع للضيف الاخر، وقتك مهم. موجود، وقتك موجود، ترجع نعم. للضيف الاخر. انا سيد العوادي من حكى التركيز على النقاط السلبيه، اذا شفت انه رجعت له بالسؤال بمره ثانيه. قلت له لانه أيه. كثيره. انا خلي هم نفس السؤال اسالك اياه، بالمناسبه صحيح احنا اذا نشوف دائما اكو تركيز على النقاط السلبيه، ما اكو تسليط ضوء على نقاط ايجابيه نشدها. انا مو ويا حكومه، انا مو ويا برلمان، انا مو ويا جهه معينه، لكن دائما اشوف انه تركيزنا احنا فقط على نقاط سلبيه. شنو السبب؟ كثيره، لانه الايجابيه جدا قليله. احنا مو ما عندنا موظف نظيف، ولا ما عندنا ضابط نظيف، ولا ما عندنا، يعني اقسم لك بالله احد الضباط اللي كشف خليه الموت اللي تقتل شباب تشرين، ما اريد اجيب اسمه، ما اعرف وين تلف. اكو حاله ايجابيه، اكو موظف شريف يقول لك اسكت انا اريد اعيش بجبيني، لكن ايش قد نسبته وايش قد جاي وحارب. لذلك عم السوء عم، لانه كثير جدا جدا جدا. ضابط يتلف وما ادري وين يروح، ومثلا مثلا اسم الله عليك 24 ساعه تتحدث بالموضوع وقاعد قدامي وحيت ما 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 معلوم جوز هسه باب قناتك. انا مشروع استشهاد، يعني ادري بنفسي انا مشروع استشهاد، لان نقدي لهم اللاذع اكيد اذاهم، ما معقول هذا الموضوع منتهي. يعني انا اؤمن بالموت متى ما ياتي، فما ناخذ الموضوع الخاص. السيد النائب ذكر حقيقه اكيده في داخله. ايش قال؟ قال نحن نقاوم، طبعا المقاومه اللي يقصدها مقاومه القوانين الباليه، ونصمد. لكن اذا منتبه استاذ سيف، هو في الاخير يشير الى انهم قله لا يستطيعون ان يخرجوا شيئا سوى الاعلام. حال بشير الحشيمي اللي مو نائب، انا معترض عليكم وهو معترض. ليش؟ هنا اصلا لانه القوانين الحاكمه المحاصصاتيه داخل البرلمان همشت خلينا نقول المستقلين فعلا. هذا موضوع كبير، انت اليوم حلقتك ممتازه تتحدث عن القوانين وتداخلها. لذلك ماكو انتاج فعلي نقدر نطي للضيف نتفائل به. ما نقدر نطي للضيف نتائج الضيف الاخر. هذا واقع العراق. أنا إيش قلت في بداية الحلقة؟ العراقي وصل إلى مرحلة يبحث عن الرمزية التي قد تحقق له نجاحا عظيما، يبحث عن المارد. لكن إذا المارد محاط بطبقة محاصصاتية تتحكم به قانونا وفعلا، يسقط المارد. اسمح لي خلي اتوجه للسيد العوادي، تاخرت عليه. اعتذر من الضيوف. انا هم اقدم اعتذاري. سيد العوادي، راح تجري تغييرات على بعض المحافظين قبل الانتخابات المحليه حسب معلوماتكم، حسب مجساتكم، هذا يمضي لو ما راح يصير؟ تفضل. نعم. قبل لا اجيبك استاذ اليوم سيد. واحد يعلق على الثاني. يعني هو اخذ ورد، يعني تفضل. كل يدلي بدلوه. اللي خلي يطمئن خاننا الحشيمي انه ما حد يمسه لا بباب القناه ولا باي مكان في بغداد ولا في العراق. واني يعني هاي دائما اقولها، وتعرضت الى نقد من البعض كثير، ولكن مصر عليها، والمنصف يراها اذا ينظر لها بعقله يراها حقيقه. انا اساله واسال الكل، اعطني دوله واحده اليوم في محيطنا يخرج بها ناشط أو معارض ويتكلم بكل أريحية وبالقنوات الرسمية وينتقد هرم الدولة من رأسها إلى أخمصها، وينتقد القوى السياسية وبكل أريحية وبكل اطمئنان. أعطني دولة واحدة يخرج بها معارض بإعلام وبنفس الدولة وبإعلامها وينتقدها. إسرائيل وأمريكا. ثق ماكو ثق، حتى إسرائيل كله مقنن. الحرية الحقيقية في إبداء الرأي موجودة في العراق، وهذه نعمة افتقدناها لقرون وليست لعقود. نعم هي ليست كافية لوحدها، ولكنها بوابة مهمة جدا لكي تديم الأشياء المهمة. أن تقول الحقيقة بكل أريحية وبدون خوف هي بوابة للضغط. اليوم كلامك وكلامي وكلام كل وطني شريف حين ينتقد. شنو سيد العوادي؟ اصلا انه اليوم من اني ما قلت لا ننتقد السلبيات ولا نشخص السلبيات، اقول كما نشخص السلبيات
لا نغفل الإيجابيات. أنطيك مثل أستاذ سيف، يعني هي منطقياً إحنا اليوم فضل. إحنا اليوم كسياسيين، كناشطين، كإعلاميين، نحن نؤثر على المجتمع، المجتمع يراقب. لو نقرب الفكرة إلى المتلقي، المواطن أو الشعب هو عبارة عن مثله بمريض يذهب لإجراء عملية. أكو طبيب يحبط هذا المريض، عمليتك خطرة وممكن ها وقع لي تعهد أنه نسبة النجاح ممكن 5%، يعني يميته سلفا. وتروح طبيب آخر يقول لك سهلة وبسيطة وشغلتك معود، عشرات سويت عمليات نفسها رغم صعوبتها، ولكن يرفع من معنويات المريض حتى يكون لديه حافز. الحافز النفسي مهم جدا لديمومة حياة المريض. اليوم مطلوب، هذه ذمة في عاتق السياسي والإعلامي والمعارض وكل وطني، أن يحفز الشعور الإيجابي لدى المواطن كي يكون منتج. أنا أأكد لك وهذه أخذها يمك، الكثير هسه ما أقول الكثير، بعض القوى السياسية اليوم تشيع الإحباط لدى الشعب العراقي كي يكون عزوف عن المشاركة في الانتخابات. سيد العوادي يعني الله يخليك، أنا ما جاي أقول ماكو سلبيات أستاذ سيد. أوكي. إحنا اليوم مع جانب معين نجمله وننمقه، صار هذا الجانب مو من إطارنا، ما أقصد إطار تنسيقي، يعني مو من هذا الجانب، صار مو من عندنا، نسخفه ونتحدث عنه وننتقده. هذه معادلة. أنا أتفق معك. كلامية. وهذا رأي. تعبيرية. بكل الأماكن. باختصار. موجودة. لنكن منصفين. عندكم أحزاب سياسية، عند المعارضين، هسه باكر تصير الحكومة مو حكومتكم، أنت تروح تنتقد. خلي ما أجاوبك. أنا أمون عليك. خلي أنا ماشي أنا هم أجيك. أنا كحكمة، خليني أتحدث كحكمة. الحكمة اليوم ليست جزءا من الحكومة، لم تشترك بالحكومة وعلانية. زين. أنا مو جزء من الحكومة، ولكن لا أبخس عمل الحكومة. بس مدراكم العامين هو. لا والله هاي دعاية طلعوها علينا، هو عدد ليام إذا أكو هواي على هواي، يا ريت أنا هم عندي هواي شغلات ومحتاج بها مدراء عامين. راح تصير تغييرات على بعض على كل قبل الانتخابات المحلية، هاي راح تنضل ولا؟ هذه كلها أعتقد أنها أحاديث لتشتيت الرأي العام. يعني إذا كان هناك إجراء، طبعا هذا الإجراء يحتاج إلى يعني غطاء قانوني، والأستاذ خان العنوز هو موجود، يعني يمكن عنده هو الرأي القانوني، أنه مو كل إجراء يستطيع أن يفعله رئيس الوزراء أو الحكومة هو يعني بمفرده أو باجتهاده الشخصي، وليست كل رغبة لدى كل سياسي هي قابلة للتطبيق. الرغبة شيء والتطبيق وفق القانون شيء آخر. يعني أنا لا أقدر أيد ولا أفند، ولكن رؤيتي أنا كشخص أنه أنا ما سامع من داخل الكواليس أنه أكو هيك حركة نهائيا، ما أكو هيك، ما سامع لا باجتماعات الإطار ولا خلف الكواليس أنه أكو هناك رؤية أنه سحب يد المحافظين أو منحهم إجازة إجبارية، لأنه ما لها مسوغ ولم تحصل سابقا، حتى تحصل اليوم. يعني شنو المسوغ القانوني؟ أما إذا أكو مسوغ قانون جديد لا نعلمه، فيا ريت نسمع من أصحاب الشأن. هذا يدلل على أن هناك جدية لإحترام القوانين. نعم هناك تباطؤ، نعم هناك سلبيات، نعم هناك إخفاقات، نعم هناك ترك كثيرة من السلبيات، ولكن بنفس الوقت هناك أيضا إيجابيات. يجب أن نرفع، يعني أنا ابن المحافظات اليوم ابن واسط، يعني إذا تسألني على كل المحافظات اليوم بحركة إعمار يعني لم نشهدها سابقا. هناك جدية لأجل تقديم الخدمات على مستوى البلدية داخل ناحية وداخل قضاء. نعم نقول هو هذا استحقاق، هذا حق الشعب. اليوم من تجي تجيب محولة أو تبلط شارع، هذا مو منا من السياسي، مو منا من الحكومة، هذا حق المواطن. نعم نريد حكومة أن تعطي الحق وفوق الحق مثل ما يقولون تكماله، هذا اللي نسعى له وهذا اللي نتمناه، ولكن نقول كما نشخص السلبيات أيضا يجب أن نشير إلى الإيجابيات. إشاعة روح الإحباط بشكل مستمر وبشكل عشوائي وبهذه الكيفية
صدقني ما بها ثمن سوى أنه تنعكس سلبا على روحية المواطن. إذا تم إشاعة روح الإحباط، هذا السؤال خليه بيني وبينك. نعم. إذا شاعت روح الإحباط، سيد عنوز يضحك، إذا شاعت روح الإحباط ومن يسمع للشعب؟ أنا أقول لك محبط أنا أقول لك أنا اسمح لي لا أكو حال الشعب. أنا أقول لك شغلة وحدة يؤثر عليه، والله ما يطلع للانتخابات، وهذا ما يبتغيه البعض من الكتل السياسية، ألا تخرج الجماهير إلى الانتخابات جمهورها جاهز ويأتي لها بما تشاء من المقاعد. اليوم احنا انا اليوم كسياسي وانتمي الى كتله سياسيه، ممكن تفوز ممكن تخسر، ممكن تاخذ استحقاقها ممكن ما تاخذه، ولكن نقول هناك شيء اهم، وهو انه نريد الشعب كله يشارك. يا ريت كله يشارك، يا ريت نسبه المشاركه 100%. حتى ذيك الساعه من تفرز هذه المشاركه اي ناتج سياسي اي ناتج حكومي، نقول هذا خيار مطلق للشعب وليس خيار جزئي. البعض يتعكز اليوم يقول ان نسبه المشاركه ضعيفه قليله. نعم، هو لم يمنع أحد المواطن من المشاركة. طيب. ولكن أحد الأسباب التي منعته من المشاركة هو إشاعة روح الإحباط التي تريد. ليش ما تقول الأداء السياسي؟ هسه واحد من عتهم، هو الأداء السياسي. واحد من عتهم. شوف أستاذ سيف. شوف الأداء السياسي. أستاذ سيف، ثق بالله، اليوم المواطن ما يهمه من يتقدم، من يتسلط، من يكون وزير، من يكون رئيس وزراء، بقدر ما يرى من الخدمة التي تقدم له. إذا أنا شفت خدمة تقدم إلي كشارع، كأمان، بأي حيثية أخرى، أنا تلقائياً أنا أقول أكو، نعم أكو ناتج، بغض النظر جاء الناتج بأي مسمى ومن أي كتلة ومن أي جهة. أنا أريد ناتج، أنا كمواطن أريد ناتج. ولكن أنا لما أحاول أن أضلل، يا ناتج تتحدث عنه، أن أضلل ما أريد أكون متبني رأي من موقع سيد العوادي. دول مصفرة صارت في مصاف الدول المتقدمة، والعراق رجع إلى الخطوط المتأخرة. الله يعين دولة رئيس الوزراء على تركة ثقيلة من ملفات. فعلاً. يا خدمة تتحدث عنها، يا إحباط رأي، يا جمهور، يا كلها تراكمات يا أخي العزيز، كلها تراكمات. إحنا من نجي نزيد مثل ما يقول سيد رياض العوادي، عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لانضمامك لنا بحلقة هذا اليوم. ضيفا عزيزا أيضا سيد محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية النيابية. خلصت. شكرا جزيلا. عندك تعليق؟ لا عادي. تفضل بتعليقك. تفضل. يعني قصدي هي هاي العملية السياسية كلها، قانون الأحزاب لم يلتزم فيه، وهذا هو أس القضية. إحنا سياسة أحزاب وتنظيم أحزاب ويا قانون انتخابات ما ينطي نتائج مستقبلية بها استقرار وبها كذا. جيب مجموعة تحالفات، جيب مجموعة كتل، جيب مجموعة كذا، كونهم مكان وتفوق قائمة. هذا مو شغلها. شنو وصلنا إلى 300 حزب، الله يخليك. زين، قضايا القوى المسلحة وغير المسلحة، التمويل، كل هذا. أما قضية المحافظين اطمئن، ما يقدرون يغيرون، لأنه أمام قضية انتخابات. يعني يفتح لنا مشكلة إذا بدأ التغيير. بعدين أكو قسم عندهم مكلفين وقسم عندهم مرسوم جمهوري، يبي إجراءات قانونية كثيرة. هاي قصص فقط لإلهاء الشارع وحرفه عن الاتجاه اللي لازم نريده. حتى الانتخابات سانت ليغو اهلا وسهلا ميقات، بس قد تكون على اسس صحيحه، قد تكون فتره الدعايه واضحه، الاموال، يعني هوايه قصص استاذي، فتعطيك مؤشرات احنا لم نذهب او غير ذاهبين للاستقرار. هاي كل القصص. سيد محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية النيابية، شكرا جزيلا لتواجدك ويانا بحلقة هذا اليوم. سيد بشير الحشامي، ناشط بدني وباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لتواجدك ويانا بحلقة هذا اليوم أيضا. شكرا لكم مشاهدينا الأكارم لحسن إصغائكم. المشاهدة، إلى اللقاء.